تعالوا كده نعمل اتفاق مع بعض ونتكلم. لما بنيجي نتكلم على العالم، يعني تلاقي ناس كده تقعد تتكلم على العالم وتقول لك احنا خلاص بقينا عالم مفتوح على العالم. طيب ما هو العالم المفتوح على العالم سواء في التجارة او في اي شيء، زي ما انت عارف كل الازمات بقت تصب في عالم واحد، هي دايرة واحدة. يعني اللي بيحصل في أمريكا بيأثر على الناس في أوروبا، يأثر على الناس في أفريقيا، في آسيا، وبالتالي العكس. فإحنا كلنا في دايرة واحدة. واحد مثلا يجي يقول لي إحنا بس اللي رفعنا سعر الفايدة، إحنا يعني كمصر، وإحنا اللي عندنا يعني بنعاني وعندنا مشكلة، وإيه علاقتنا مثلا بارتفاع الفايدة اللي ممكن يكون مثلا موجود في أمريكا؟ أنا مالي ومال الفيدرالي الأمريكي لما يرفع الفايدة؟ لا، لما يرفع الفيدرالي الأمريكي، وده حصل على مدى الشهور اللي فاتت من أول الأزمة الأوكرانية الروسية، زي ما شفنا كنا بنشوف الفيدرالي الأمريكي بيرفع بنسب صغيرة، بتلاقي على طول بعدها مباشرة أوروبا بدأت تعمل هي كمان نفس الرفع في البنوك المركزية بتاعتها. طب هقول لكم حاجة، من ضمن الحاجات اللي كنت بقراها من يومين على يعني ما تعاني منه بريطانيا مثلا، خلينا ناخد على سبيل المثال، وهي الآن خلاص يعني عندها رئيس وزراء قعد 45 يوم أو رئيسة وزراء قعدت 45 يوم، وتم انتخاب رئيس وزراء جديد بسبب أيضا الأزمات اللي موجودة وعدم الحلول الاقتصادية اللي تقدر تخرج ببريطانيا، لأن هي عندها مشاكل كتير. لكن كانوا بيقولوا إنه البنوك البنك المركزي البريطاني لأول مرة يعمل هو كمان رفع، ده ما كانش موجود في الاقتصاد خالص الإنجليزي. فإذا زي ما احنا عارفين إنه المركزي الأوروبي هو كمان بيتحرك طبقا للي بيحصل تماما في أمريكا. فالمركزي الأوروبي مثلا بقيادة رئيسة البنك كريستين لاجارد قالت عن زيادة ضخمة في سعر الفايدة بمقدار 75% نقطة مئوية، وده كان في الاجتماع الثاني على التوالي، ورفعوا برضو سعر الفايدة في 19 دولة في طبعا منطقة اليورو، يعني بيسموها اليورو اللي هي فيها الاتحاد الأوروبي، إلى 1.5. والقرار ده سبب طبعا أنه بوضوح أنه البنك الفيدرالي سببه زي ما قلت لكم الأمريكي هو مصدر الدولار في العالم، فلما بيعمل هو الفايدة دي ده على طول بيحصل أنه البنوك هي كمان بترفع نسبة، وكل اقتصاد بقى بيشوف يقدر يعمل إيه. للأسبوع للمرة الرابعة على التوالي السنة دي ده اللي حصل في العالم. زي ما قلنا العالم في الآخر هتقعد تقول العالم إيه؟ هو شبكة اقتصادية، اعتبره شبكة، اعتبره خريطة اقتصادية واحدة مرتبطة ببعضها، وهي بتتحكم وبتهيمن على الدولار، وده شيء طبيعي زي ما احنا شايفين. فأي قرار يمس الدولار في العالم هيكون ليه تأثير على الاقتصاد في أوروبا، أفريقيا، آسيا، وحتى آخر بلاد الواء لو قلنا، ده شيء طبيعي جدا بيحصل. طيب السؤال مثلا حد كده يقول ايه، طب هي الصورة سودة زي ما بنقول قاتمة للدرجة دي؟ صحيح ان العالم نتفق كده مع بعض بيعيش أزمة اقتصادية طاحنة، لا لو تشوفوا الناس بتعمل ايه في فرنسا، وطرحنا هنا في التساعة اكتر من مرة، يعني الناس مثلا يقول لك ايه والاسعار، احنا في عندنا ارتفاع في الاسعار، انا هجيب منين؟ ده حال العالم كله، لانه اللي حاصل الازمه طاحنه في العالم كله. والاسر في العالم، المواطن خلينا نقول المواطن اللي على الارض كله الان يعاني من الازمه. فايه اللي هيحصل؟ انه كل واحد فينا عنده يعني لازم يبدا يظبط مصاريفه. يعني مثلا يعني كنت مثلا بشوف امبارح في احدى الدول الاوروبيه طبعا اللي هيبقى عندهم مشكله في الطاقه، التدفئه، احنا يعني الحمد لله ربنا كرمنا بشمس وجو معقول، يعني لما بيجي شويه البرد بنقدر يعني روب لوفر شويه شرابات وكده الدنيا تعدي، لكن اوروبا لا ما ينفعش، عندهم برد قارس. فبداوا يقولوا ما هو مش كل الناس عندها المدفنه القديمه اللي هي مدفأه كده، يعني الدفايه دي يقدر يحط فيها مثلا فحم، يحط فيها خشب، يحط فيها اي حاجه، فالدفايه دي اللي بتبقى مدفونه كده جوه البيت يقدر يحط فيها مش موجوده في البيوت الحديثه. فبداوا يقولوا لهم اقتراحات يعملوا ايه، البسوا بقى بلوفرات فوق بعض، وده مش موجود في اوروبا على فكره، الناس بتلبس في اوروبا جوه بيتها زي اللبس الصيفي، لانه عنده نظام التسخين على مستوى البيت كله، فما يقدرش يتحمل حاجه تقيله جوه البيت. فاللي حاصل كمان ان حتى المصانع بدات تستفيد من الحكايه دي في اوروبا، تعمل ايه؟ تعمل للناس لبس تقيل، يعني الناس هتبدأ تلبس ملابس ثقيلة جدا عشان
تشعر بالدفء داخل البيوت حلاً ولو قليل، ويتحملوا البرد اللي هيبقى موجود في البيوت. فكل واحد بيقدم حلول طبقا لطبيعة بلده وشكلها. من الآخر كده، إحنا كلنا في العالم كله هيشد الحزام. أنا شد الحزام أصلا من زمان، فالعالم هيشد الحزام لأنه هو ما عندوش اختيار. يعني أنت ما عندكش اختيار. أنت لو ركبت الطيارة على فكرة ورحت دول أوروبية هتسمع الحديث ده. فتحت التلفزيون، البريطاني، الفرنساوي، الألماني، الإيطالي، هتلاقي نفس المذيع أو المذيعة بيتكلموا عن نفس الموضوعات اللي بنتكلم عليها. بيتكلموا على الطاقة، بيتكلموا على الأغذية، بيتكلموا يقدروا يعملوا إزاي. يعني مثلا بعض الناس قالوا لهم إيه، أنت محتاج مثلا تعمل اقتصادياتك بدل ما تروح تشتري على مدى الأسبوع. الأسرة الأوروبية عادة تشتري السبت أو الحد، يشتروا حاجة الأسبوع. بدأوا يقولوا لهم قسموها 3 أيام ب3 أيام. ليه؟ علشان يبقى في العدد المخزون يبقى موجود، وانت ما تحملش على نفسك برضو ميزانية ضخمة. فأنا هشتغل 3 أيام أشوف مخزون البيت، بعد 3 أيام خلص أروح أجيب تاني. فاللي هو يعني نمشي خطوة خطوة. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل ونتكلم مع بعض بصوت عالي كده. دكتور محمد شادي، المحلل والخبير الاقتصادي، مساء الخير يا دكتور. اهلا بحضرتك. كنا لسه بنتكلم على برضو يعني المركزي الاوروبي ومدى تاثره بالفدرالي الامريكي، فعايزين نبسطها للناس ونشرح لماذا تاثرت البنوك المركزيه الاوروبيه وبدات هي كمان ترفع لاول مره في تاريخها تقريبا، يعني او يعني من المرات القليله يعني مؤخرا. صحيح. هو اللي حصل يا فندم ان احنا دلوقتي العالم بيوصف اللي احنا موجودين فيه دلوقتي بسباق لرفع اسعار الفايده، والسباق ده جاي اساسا من انه الفدرال الامريكي بيحاول يسيطر على معدلات التضخم الموجوده في الولايات المتحده الامريكيه. حضرتك عارفه ان معدلات التضخم في امريكا دلوقتي وصل اعلى مستوياتها من 40 سنه. صحيح. المستويات المرتفعه دي الفدرالي بيحاول يعني يسيطر عليها او يوقفها عن طريق ادوات كتير جدا بيستخدمها، يعني اهمها رفع سعر الفايده، لانه زي ما حضرتك عارفه لما بترفع سعر الفايده المواطنين بيفضلوا ان هم يدخروا دلوقتي على ان هم ينفقوا، وبالتالي لما الفلوس بتدخل البنك بيبقى الطلبات على السلع الموجوده في السوق اقل، بالتالي اسعارها بتبدا ترخص، وبالتالي نبدا نتغلب على معدلات التضخم. المشكله انه الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الرئيس السابق يعني، كان دفع حزم مساعدات في وقت كورونا تصل حجمها الى 9 تريليون دولار، ودوت تقريبا يعني نص حجم الاقتصاد الامريكي. الاقتصاد الامريكي كله حجمه 21 تريليون دولار في سنتين اتنين بس دفعهم كمساعدات. فهو دفع نصه في كورونا. يعني دفع نص الاقتصاد الامريكي في ازمه كورونا. ايوه. فالناس معاها فلوس كتير جدا، عشان تدخليها البنك تسيطر على التضخم، يعني عاوزه ترفعي النسب بتاعه الاسعار الفايده بنسب كبيره، وده اللي بيعمله الفدرال الامريكي. تمام. الفدرال الامريكي لما رفع النسب دي حصل بقى تحول من العالم، مش بس من الناس اللي موجوده في امريكا ان هي تحط دولاراتها في البنك في البنوك الامريكيه، لا، ده من العالم كله. المستثمرين كلهم بداوا يخرجوا من الاسواق اللي هم موجودين فيها ويروحوا للقطاع المصرفي الامريكي يحطوا فيه فلوسهم، لان دي فايده سهله ما فيش فيها مخاطره طبعا، وفايده عاليه في نفس الوقت. وهي بالنسبه له وكانها مشروع استثماري بالنسبه له. زي ما حضرتك بتقولي كده، مكسب من غير اي مخاطره، وبالتالي العالم بدا يحس بفراغ استثماري. فبدأنا بقى صحيح. البنوك الأخرى الموجودة في العالم تحاول ترفع علشان تواكب الرفع اللي حصل في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى لو ما فيش عندها نسب تضخم توازي نسب التضخم الموجودة في أمريكا. وبالتالي بدأنا يبقى عندنا سباق بين الدول الكبرى على الرفع علشان تحافظ على المعدلات الاستثمارية عندها، خاصة وإن إحنا بدأنا نشوف في العالم اتجاه إلى الركود اللي التضخم. ممكن يحصل دوت. الركود معناه التضخم. إيه؟ معناه انه في استثمارات اقل، في فرص عمل اقل، فمش معقول هيحصل فيه ركود وكمان يحصل فيه تدفق. صحيح. للاستثمارات من فهو هنا لازم يحرك السوق، يعني لازم يحصل حراك جوه السوق. بس طب يحصل حراك ازاي وما فيش فلوس وفي نفس الوقت الفلوس خارجه بره؟ فبدات بقى دول العالم تحاول تحافظ على الدولارات الموجوده عندها، وبالتالي ترفع اسعار الفايده. مش بس كده، ده كمان رفع بتاع الاقتصاد الامريكي، لانه بيخلي فيه طلب كبير جدا على الدولار،
بدأ الدولار يبقى أقوى من عملات الدول الأخرى، زي مثلا صحيح حضرتك هتلاقي الدولار يعني لأول مرة يرتفع عن اليورو، لأول مرة يوازي الاسترليني. ليه؟ صح. لأن الطلب عليه عالي جدا صح. بسبب إنه معدلات الفايدة مرتفعة، وبالتالي العالم كله شاعر بالضغط من ارتفاع أسعار الدولار وارتفاع أسعار الفايدة الأمريكية، وبالتالي بقينا داخلين في سباق على رفع أسعار الفايدة، واللي مش بيرفع بيبدأ يحصل عنده تدفق للخارج بشكل كبير جدا، وعملته بيحصل لها انهيار لأنه طيب وخل... طيب ما برضو خلينا نقول هنا علشان برضو الناس لما بتقلق على عملتها، يعني احنا بقالنا فترة، يعني الشهر اللي فات او اللي قبله كمان كنا شايفين انه كان في مشاكل خاصة يعني امام يعني الدولار امام العملات زي اليورو والاسترليني، وكانوا هم في اقل يعني في اقل معدلاتهم تجاه الدولار. فاعتقد دلوقتي انه الحلول الاقتصادية لما بتحصل في الدول بيحصل تحسن، يعني مثلا في بريطانيا بعد تقلد رئيس الوزراء البريطاني الجديد لقينا الاسترليني طلع شوية كمان، يعني اذا مع اول حلول اقتصادية بيحصل تحسن للعملة. هو العملة نفسها بتحدد سعرها مش بس بالاحوال الاقتصادية، كمان بتوقعات الناس ليها في المستقبل. يعني مثلا في بريطانيا لما كانت ليز تراس موجوده الناس كانوا متوقعين انه صحيح. هيحصل عرض كبير جدا من الاسترليني، لان هي كانت جايه بحاجه اسمها الميني بادجت او البادجت او الموازنه الصغيره، يعني كانت جايه بحلول ان هي تدفع مساعدات ضخمه جدا للناس، الناس هتاخد الفلوس دي هيبقى في عرض كبير من الاسترليني وبالتالي قيمته هتقل. صحيح. لما ليز تراس استقالت هي والكاونسلر بتاعها او يعني وزير الماليه جاء الراجل الجديد اللي هو سوناك بحلول جديده مش لا تتضمن على اطلاق حزم تحفيزيه، جاي بسياسه يعني بيقولوا عليها سياسه تشدديه او مش هتتضمن انفاق يعني واسع، وبالتالي المتاح من الاسترليني مش هيكون كبير، وبالتالي الناس بدات تقول انه لا يا جماعه ده كده الاسترليني العرض منه مش هيبقى كبير، فهيتماسك وبالتالي ده اتجاهه في المستقبل ان هو يرتفع. فالموضوع صحيح. بس مش موضوع طبعًا. عوامل اقتصاديه، لا دي عوامل نفسيه كمان بتاثر على ده حقيقة. العمله والتوقعات في المستقبل. حقيقي. دكتور محمد، سؤالي الاخير بالنسبه للاعتمادات المستنديه اللي مصر هتبدا اولا بقى في دعم اكبر وتدريجيا يعني هيتم رفعها قبل ديسمبر المقبل، انت شايفها ازاي؟ لان هي هتساعد مستثمرين كتار وايضا الاستيراد. طيب هو اصلا الاعتمادات المستنديه ده البنك المركزي عملها ليه في الاول؟ البنك المركزي عمل قرار الاعتمادات المستنديه ده في اطار حاجتين، الحاجه الاولى انه كان بيحاول ينظم قطاع الاستيراد، لان زي ما حضرتك عارفه في عدد كبير جدا يعني من للاسف المستوردين بيتلاعب يعني في صحيح. اجراءات الجمارك في وقت الاستيراد أيوه. بيحط يعني ارقام مش مظبوطه، فالبنك المركزي كان عاوز يظبط النقطه دي. في نفس الوقت كان عندنا تدفق طبعا، وكان وقتها بيحاول يحافظ على الدولار قد ما يقدر يعني. ده الحاجه الثانيه بقى، انه تدفق دولاري للخارج بشكل كبير جدا، فالبنك حط ده كعراقيل يعني اجرائيه علشان يمنع خروج الدولار، وده لانه البنك الحقيقه كان متخوف لغايه ان الازمه تستمر لفتره طويله. في نفس الوقت انا مش عارف الاحتياط المالي بتاعي هيفضل يكفيني قد ايه في ظل ارتفاع اسعار المواد اللي انا بستوردها الاساسيه بتاعتي سواء الغذاء او الطاقه، وبالتالي كان لازم يحصل نوع من انواع الحجب يعني لخروج الدولار للخارج. لما بدات الازمه يعني دلوقتي يبان ليها اخر، لان زي ما حضرتك عارفه اطراف الازمه دلوقتي بداوا يستنزفوا للغايه، الطرفين الاكسين اللي بيحاربوا، احنا بقينا على وشك استخدام قنبله نوويه، وده بيقول ان احنا قربنا للغايه ان الازمه تتحل، لانه لما الطرفين يبقوا عند اخر مستوياتهم كده نعرف ان الازمه قربت. في نفس الوقت بقى كمان عقدنا مع صندوق النقد الدولي قرض هيدخل 9 مليار دولار للاقتصاد المصري، وفي نفس الوقت كمان هيمنحنا شهاده دوليه بانه الاقتصاد المصري قادر يكمل، فبقى عندنا تدفق دولاري للداخل بحجم كبير، فبالتالي البنك المركزي قرر انه يبدا يخفف من اجراءاته تدريجيا علشان يعني ايه يستوعب الكميه الكبيره اللي بعض التقديرات بتقول ان هي وصل 15 مليار دولار في الموانئ المصريه من البضائع، وبالتالي أكيد. بقى أكيد عموما يعني كل الإجراءات يعني واضحة، وإنه الناس هتبدأ تحس بالتيسير في خلال الشهور المقبلة بإذن الله، تدريجيا السوق هيحصل فيه عملية استقرار شوية.
تجاه الأزمة العالمية اللي موجودة. دكتور محمد شادي المحلل والخبير الاقتصادي، بشكر حضرتك يا دكتور. وزي ما بنقول أنا بنحاول النهاردة كده من التاسعة إن احنا نفهم وإن احنا نحط الأرقام قدامنا وإن احنا نعرف الآراء رايحة فين، ونحاول إن احنا كمان نكون نبسط المسائل علشان برضو أهالينا وإحنا كلنا نفهم ونعملها. الفكرة دلوقتي المطروحة، أيوة احنا عندنا متفقين إنه الأزمة موجودة في العالم، وعلينا إن احنا نبدأ نفكر احنا من داخل بيتنا. فحد هيقول بيتنا، أيوة نفكر من داخل بيتنا. هي لما بيكون انت عندك أي مشكلة البيت هو الأساس، ما هو البيت ده عبارة عن بيوت، عبارة عن مجتمع، عبارة عن دولة. فلما البيت يبدأ يحسن من ميزانيته ويفكر ويشوف هنعمل ايه، انا مش محتاج الكوباية دي النهاردة، خلاص انا مش هشتريها، انا محتاجة القلم ده عشان هكتب بيه بشتري القلم بس، انا محتاجة حاجات معينة. لازم يبدأ في جوه الأسرة تفكير من نوع علينا كلنا، على كل الناس، فاحنا وعلينا ان احنا نساعد بعض. احنا هنحاول قد ما نقدر طول الوقت نكون مع الناس، لانه خلق الاعلام لكي يخدم المواطن.